به أجيري. بينما الخور في هذا اللقاء برجب حمزة في حراسة المرمى، في خط الدفاع هلال محمد، خالد رضوان، روبرت ملكي، مصعب عبد المجيد، وفي خط وسط ملعب المباراة نايف البريكي، إبراهيم أمادة، وفي خط المقدمة لدينا تياغو وحيدا، من خلفه واجنر، على اليسار حمودان، وعلى اليمين يتواجد أحمد المهندي. صافرة حكم هذه المباراة السيد عبد الرحمن الجاسم تعلن عن بداية أحداث شوط المباراة الأول لمواجهة الريان والخور، وبانتظار بكل تأكيد عرض جميل من خلال هذا اللقاء، وبانتظار مباراة أحداثها تكون مثيرة. البداية لصالح نادي الخور في الجهة اليمين، لكن الكرة تبعد من محمد جمعة، والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. العربي والغرافة يتقاسمان الصدارة بعشر نقاط مع تفوق النادي العربي بفارق الأهداف، ولدينا طبعا هذه الجولة التي انطلقت بانتصار عربوي على الشحنية بهدفين مقابل هدف. الغرافة تمكن من أن ينتصر على الأهلي 3-1، والسد على مصلى اليوم الأمس 2-1، بالإضافة إلى انتصار الشواهين السلية بهدف مقابل الأشياء على نادي قطر. وبالتالي نصل من خلال أحداث هذه المواجهة إلى الجولة الرابعة في يوم ختامها الذي ينطلق ويبدأ بهذه المواجهة. الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس صالح الريان، خطأ يحتسب من جانب حكم المباراة سيد عبد الرحمن الجاسم، الذي قاد ثلاث مباريات من خلال هذا الموسم، كان منها لقاء للريان واللي واجه من خلاله طبعا ام صلال المباراة اللي انتهت بالتعادل. ولكن بالنسبة للرهيب من خلال هذه المواجهة، هو يوم لكسر حاجز التعادلات، لأن ثلاث جولات ماضية فيها ثلاث تعادلات، وبالتالي يرون بأن لا مجال لتعادل جديد من خلال هذا اللقاء. لكن الخور عطفا على ما قدم في الثلاث جولات الماضية، انطلاقة جميلة وانطلاقة رائعة للفرسان، يتمنون المواصلة بكل تأكيد من خلال هذا المساء. تبات في وسط الملعب يتقدم، تبات يمر، تبات يمرر، خطوات ممتازة، لكن الكرة بعيدة من تبات، والكرة تحولت إلى خارج أرضية ملعب المباراة، هي إلى ضربة ركنية. تبات اللي مسجل في مرمى الخور تاريخيا بقميص الريان 10 أهداف، وبالتالي يبحث من خلال هذا المساء عن الهدف رقم 11 تاريخيا له في مواجهاته أمام نادي الخور وبقميص الريان، وبكل تأكيد هو العنصر الذي عليه اعتماد كبير جدا في هذا اللقاء، بحكم أنه من يتواجد وحيدا في خط المقدمة، وبلا شك بأن المساندة لابد أن تأتي من جانب لاعبي خط الوسط. هي الثلاث دقائق الأولى على أحداث شوط المباراة الأول، فيها أفضلية ريانية على مستوى الاستحواذ وعلى مستوى السيطرة وعلى مستوى الانتشار، يقابله تراجع من جانب لاعبي نادي الخور اللي بكل تأكيد يدركون تماما مدى رغبة الريان في هذه المباراة من أجل أن يكون هو صاحب الأسبقية وأن يكون هو صاحب هدف التقدم، وبالتالي يحترمون ذلك الأمر، يتراجعون حفاظا على شباكهم نظيفة. لكن هذا الرجل السيد دياغو أغيري اللي كانت آخر تجاربة قبل أن يأتي للريان هنالك في البرازيل في نوفمبر الماضي مع نادي ساو باولو، خطأ يحتسب لصالح الرهيب. الكرة ترسل من عبد العزيز حاتم، لكن الكرة تبعد إلى خارج أرضية ملعب المباراة، هي إلى رمية تماس تحولت، رمية تماس تحولت لصالح الريان الذي يضغط ويسيطر بشكل كبير على مجريات الدقائق واللحظات الأولى في أحداث هذا الشوط الأول من اللقاء. لكن على الجانب الآخر والمقابل خط دفاع متماسك، ومهم جدا بأن يكون التركيز حاضرا في هذه المباراة من جانب لاعبي نادي الخور على مستوى الناحية الدفاعية. الكرة تعود في وسط ملعب المباراة، تنقل في الجهة اليمين، موفق عوض الذي يبدأ من خلال هذه
هذه المباراة وهو الذي لم يكن حاضرا من خلال المباراة السابقة، وهو واحد من العناصر ومن اللاعبين اللي يمتلكون القدرة على الاختراق والنزعة الهجومية، لكن مرتدة لصالح الفرسان، الكرة في الجهة اليمين، البحث عن العرضية هي كذلك مرت لكن موفق يبعدها إلى ضربة ركنية. أعتقد بأننا سنكون على موعد مع واحدة من مباريات الجولة الأكثر إثارة، مباراة الريان والخور، نظرا للظروف التي لا تبدو مختلفة بشكل كبير. الخور يبحث عن انتصار ثاني والريان يبحث عن انتصار أول، والانتصار الذي سيكون كفيلا بأن يتواجد أحدهما في المركز الرابع بشكل مؤقت قبل مواجهة الوكرة وتحيل. الكرة تحولت إلى ضربة ركنية لصالح الخور عند الدقيقة 5 من زمن أحداث هذا الشوط الأول من اللقاء. الكرة ترسل للأمام رأسية، لكن الكرة وصلت سهلة عند فهد يونس، سهلة عند حارس المرمى فهد يونس ابن أحد أساطير حراسة المرمى على مستوى كرة القدم القطري، الحديث عن يونس أحمد. وطبعا فهد الذي تمكن أن يثبت أقدامه في الريان وهو يقضي موسمه الثاني، وكانت بداياته أو كان اللاعب سابق وحارس مرمى للجيش وللأهلي والمنخية، ولكنه يجد نفسه الآن في حماية مرمى عريني الرهيب. الكرة ترسل للأمام لكن بعيدة إلى خارج أرضية ملعب المباراة إلى ركلة مرمى. هذا اللاعب الكوري الجنوبي لي جاي إيك، اللاعب الكوري الجنوبي، نتحدث طبعا عن رابع كوري جنوبي تاريخيا يمثل نادي الريان بعد عدد من الأسماء التي كانت متواجدة، الحديث عن تشو يونغ يونغ وكوم يونغ وكيم كيو يونغ، وبالتالي كوري جنوبي آخر يتواجد في هذه المرة في خط دفاع رهيب. الكرة إلى رمية تماس، رمية تماس، لا توجد حتى هذه اللحظة فرص ومحاولات حقيقية. أي نعم توجد سيطرة من جانب لاعبي نادي الريان، يوجد استحواذ وتوجد رغبة واضحة بتعليمات سيد دييغو أغيري من أجل بداية لهذا اللقاء ومن أجل التقدم في اللحظات الأولى. الكرة تصل عند تباتا، تباتا يسيطر على الكرة أقصى الجهة اليمين جميلة عند عبد الرحمن الحرازي الذي يتقدم يرسل الكرة عرضية، لكن الكرة إلى ضربة ركنية تحول. الكرة تحولت إلى ضربة ركنية لصالح نادي الريان بعد مرور 7 دقائق أولى في أحداث هذا الشوط الأول من اللقاء. الرهيب كان في المركز الرابع من خلال الموسم الماضي، ونتحدث عن آخر انتصار للريان في بطولة الدوري كان في آخر جولة في الموسم الماضي، وكان على حساب نادي قطر ب4 أهداف مقابل 3. الركنية تنفذ، الكرة تعود عند موفق عوض يرسلها لتباتا في الجهة اليمين، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. طبعا تواجد هلال محمد في الجهة اليسرى، وهو يبقى واحد من يعني أبرز العناصر وأبرز الأسماء اللي 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 تواجدت مع الخور من خلال المواسم السابقة، خاصة على مستوى المركز والمكان الذي يتواجد فيه ويبدأ به من خلال السيد عمر رجعي من خلال هذا الموسم، وهو مركز الظهير الأيسر. رمية تماس لصالح الرهيب الذي ما زال في رحلة البحث التي ربما لن تبدو سهلة على الإطلاق من أجل اختراق خط دفاع الخور في هذه المباراة ومن أجل الوصول لأول أهداف اللقاء، ولكن في الجانب الآخر نتحدث عن عناصر على مستوى الناحية الهجومية ممتازة في التعامل مع الكرات المرتدة من جانب لاعبي نادي الخور، وهذا ما سيعتمد عليه السيد عمر نجحي في هذه المباراة. كرة في وسط الملعب تعود من فرانكوم، هدف جميل في الجولة الماضية وكان هدف التعادل في مرمى أدحيل بقذيفة من خارج المنطقة. وعلى الجانب الآخر نتحدث عن إبراهيم أمادة اللي سجل واحد من أفضل أهداف في هذا الموسم حتى اللحظة، الهدف اللي سجله في مرمى النادي الأهلي من خلال اللقاء السابق للخور، وبكل تأكيد سيبقى خيار وسيبقى عنصر وسيبقى ربما حل إذا ما ضاق الحلول على الخور من أجل الوصول إلى شباك نادي الريان. حديث من جانب حكم مباراة سيد عبد الرحمن الجاسم مع روبرت ملكي اللاعب اللبناني الدولي المحترف طبعا في صفوف نادي الخور، وهو اللاعب الذي انضم للفريق في يناير
الماضي قادما من بطولة الدوري السويدي. كرة ترسل أمام إبراهيمي، تبعد من أمامه، تعود في الجهة اليمين لصالح نادي الخور، انطلاقة وتقدم ومرور والفرصة ما زالت، لكن الكوري الجنوبي يتدخل في توقيت مثالي ويبعد الكرة التي تتحول إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. تياغو اللاعب اللي سجل 6 أهداف في الموسم الماضي، واللاعب الذي كان قد تألق بشكل كبير في بطولة الدوري الكويتي مع الكبيرين ومع القطبين، مع العربي والقادسية، وهو اللاعب الذي بكل تأكيد ينتظر أي فرصة ستتاح له. وأضف إلى ذلك بأن الخور أيضا بتواجد المغربي حمودان على مستوى الجهة اليسرى، لذلك أتحدث عن جانب من الرغبة الواضحة من جانب لاعبي الريان من أجل أن يصلون إلى مرمى الخور أولا، ولكن يجب عليهم بأن يدركون بأن الكرات المرتدة ستشكل خطورة، لذلك لابد من أن يكون التوازن حاضر في الريان في هذه المباراة في الوقت الهجوم وفي وقت الدفاع. رمية تماس موفق عوض، الكرة تصل عند اللاعب ميركادو، اللاعب الأرجنتيني صاحب 32 سنة وهو دولي سبق له أن مثل منتخب التانجو، لاعب القادم من إشبيلية الإسباني، كان قد تواجد معه في 3 مواسم ماضية، ومن أجل طبعا إعطائه قوة وإضافة على مستوى الناحية الدفاعية بالنسبة للريان من خلال هذا الموسم. رمية تماس، لكن هذا أجيري بقدمه وصل بينارول الأوروغوياني، واحد من الأندية الكبيرة هنالك في أمريكا الجنوبية، إلى لقبه في عام 87 على مستوى بطولة الكوبا ليبرتادوريس. وأجيري الذي مثل فيورنتينا في فترة أيضا من الفترات، وتواجد في البرازيل مع انترناسيونال بورتو أليجري وساو باولي. أجيري الذي يدرك تماما بأن المسؤولية لا تبدو سهلة على الإطلاق، خاصة في ظل الوصول إلى الجولة 4 من عمر بطولة دوري نجوم كيو أم بي في هذا الموسم. الحل الهجومي يبقى غائبا وهذا أمر ملاحظ، ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه وهو حديث الشارع الرياضي من خلال الفترة السابقة، وخاصة بالنسبة لجماهير الرهيب الرياني، التساؤل عن المحترف الخامس. طبعا يعني في الأيام القليلة الماضية كان الحديث عن النجم الكرواتي الكبير مانزوكيتش من أجل أن يكون هو الخامس الذي يتواجد في الريان كلاعب محترف، ولكن ما زال البحث جاريا، وإلى أن يجدوه يا تباتا اليوم عليك مسؤولية كبيرة أنت ورفاقك، وخاصة إبراهيمي بطل إفريقيا محارب الصحراء، وكثر هم محاربون الصحراء في بطولة دوري نجوم كيو أم بي من خلال هذا الموسم. ياسين إبراهيمي بسنوات رائعة وجميلة قضاها هنالك في البرتغال مع بورتو، حقق من خلالها العديد والعديد من النجاحات، وبكل تأكيد هو لاعب يبقى من اللاعبين المؤثرين في تشكيلة نادي الريان، وهذا ما يتمناه وما يبحث عنه الرياني. تباتا، الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى لصالح نادي الخور، ونحن نصل مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام مشاهدين عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم إلى 14 من زمن أحداث هذا الشوط الأول من اللقاء. لا خطورة، لا فرص تذكر حقيقية حتى اللحظة، يعني سيطرة للريان لكنها ليست فعالة، استحواذ للريان لكنه يبقى سلبي. الكرة في وسط الملعب، تراجع من جانب لاعبي نادي الخور بانتظار فرصة من أجل هجمة مرتدة والوصول إلى شباك الريان، هذه هي الطريقة حتى اللحظة، حتى 14. خطأ يحتسب لصالح نادي الريان من جانب حكم مباراة سيد عبد الرحمن الجاسم، اللي قاد مباراتين في الموسم الماضي للريان ولم يتمكن من خلالهم الريان من أن يحقق الفوز. مع تحيل تعادل 0-0، ومع النادي الأهلي 1-1، والموسم الماضي هو من قاد طبعا 13 مباراة، وبالمقابل الخور مباراتين أيضا لم يتمكن من خلالهم الخور أن يحقق الفوز، تعادل أمام قطر وخسارة من النادي العربي، وتباتى على تنفيذ هذا الخطأ وإلى جانبه عبد العزيز حاتم، خطأ لصالح نادي الريان. تباتى يرسل الكرة لكنها ليست بالشكل المطلوب،
تعود مجددا في وسط ملعب المباراة. تباتا نقلة بشكل ممتاز لكن تعود بكل ثقة وهدوء من اللاعب هلال محمد الذي يعيدها لحارس المرمى رجب حمزة. كرة ترسل للأمام، نقلة في الجهة اليمين، محاولة المرور لكنها تبعد من جانبي أحمد عبد المقصود. تعود لعبد العزيز حاتم، موسم أول قادما من الفهود. ياسين إبراهيمي في وسط ملعب المباراة ناحية تباتا، كرة تنقل لكن لم تصل بالشكل المثالي والمطلوب، وبالتالي لدينا الكرة المرتدة لصالح نادي الخور في الجهة اليمين عند أحمد المهندي. يحاول يرسل كرة للأمام لكن الكرة تبعد، عادت في وسط ملعب المباراة عند هلال محمد أقصى الجهة اليسرى. لمسة للأمام، كنترول من حمودان لإبراهيم مادة. الخور بدأ يتقدم من خلال هذه اللحظات. نايف البريكي، تسديدة لكن بعيدة جدا إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. هذا نايف البريكي، العلامة الفارقة في وسط الملعب والعنصر الثابت منذ مواسم مع نادي الخور. الخور يعني مقارنة بثلاث جولات أولى في هذا الموسم مع الموسم الماضي بكل تأكيد هي أفضل، لأن الخور في الموسم الماضي انتظر حتى الجولة السابعة ليحقق أول انتصار بالنسبة له في بطولة دوري الموسم الماضي، والمفارقة تقول بأن ذلك الانتصار الذي حققه كان على الريان على حساب نفس الفريق الذي يواجهه من خلال هذا المساء. لكن إبراهيمي في حالة انطلاق ومحاولة، الحرازي يمر، يا سلام الكرة ما زالت معاه، مر في الأولى وقلنا يا سلام، لكن في الثانية لم يكمل الطريقة في أن يرسل كرة عرضية داخل منطقة بشكل مثالي، وبالتالي الكرة تعود مجددا في حوزة لاعبي نادي الريان. كرة عادت للخلف عند حارس المرمى، حضور من جانب جماهير الرهيب الرياني في هذه المباراة، الجماهير التي بكل تأكيد تنتظر بداية جديدة للريان وتنتظر انتصار أول للريان في هذا الموسم. خطأ يحتسب طبعا لدينا إلى جانب الريان فرق اللي لم تتمكن من تحقيق الانتصار هذا الموسم، قطر والشحانية، فريقان لذلك لم يتمكن أيضا من تحقيق أي انتصار. تمريرة سريعة وبعيدة والكرة إلى خارج أرضية ملعب المباراة، تحولت إلى رمية تماس. هذا هو سباستيان سوريا الغائب الكبير واللي كان في حديث طبعا عن إمكانية عودته من خلال هذه المباراة، وهو صاحب الأرقام وصاحب الإمكانيات الكبيرة سواء مع الريان أو قبل ذلك مع نادي قطر. انطلاقة للرهيب إبراهيمي، يحاول إبراهيمي يتقدم، يرسل كرة، لكنها إلى ضربة ركنية تحولت مجهود فردي جميل من ياسين إبراهيمي في هذه اللقطة. شوف عبد العزيز حاتم والتقدم والانطلاق، إبراهيمي عند الإمكانيات عند القدرات من أجل أن يمر، مر واخذ لاعبين وتقدم بسهولة، لكن حارس المرمى رجب حمزة الذي لامست الكرة يده اليسرى وتحولت إلى ضربة ركنية لصالح الريان. الكرة عدت ومرت، تعود مجددا لصالح نادي الخور في وسط ملعب المباراة. الكرة المرتدة، حمودان يتقدم ينطلق لكن الكرة في الجهة اليسرى وصلت عند اللاعب اللي هو واغنر اللي يعتبر هداف الخور في الموسم الماضي واللاعب الذي يريد أن يواصل تألق الذي كان عليه من خلال الموسم الماضي مع نادي الخور. في وسط الملعب الكرة تعود للخلف لصالح نادي الخور، لمسة للأمام، يلعب باتزان بواقعية كبيرة في هذه المباراة نادي الخور وصولا إلى الدقيقة 19 من زمن أحداث هذا الشوط الأول من اللقاء. وهذه الإعادة للقطة الأخيرة التي تعود مجددا لصالح نادي الريان. موفق عوض، تعود الكرة لميركادو القادم من الليغا الإسبانية، ولدينا لاعبين في هذا الموسم قادما من الليغا الإسبانية، نتحدث عن نبيل زور مع الأهلي قادما من ليجانيس، ونتحدث عن ميركادو قادما من إشبيلية. كرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس لصالح نادي الخور، رمية تماس للخور، هذا جيم
أجين الذي حينما كان مدربا للريان واجه الخور 5 مرات في 5 مباريات لم يتمكن من أن يحقق الفوز في أي مباراة، تعادل 3 وخسر مرتين 2011-2012 الدور الأول 0-0 الدور الثاني 1-0 للخور، 2012-2013 0-0 التعادل و3-1 للخور في مباراة الإياب، وآخر لقاء كان في موسم 2013-2014 0-0 أيضا التعادل قبل طبعا أن يتم الاستغناء عن خدماته في ظل النتائج التي لم تكن مرضية ويذهب لقيادة الغرافة، وبالتالي نتحدث عن رقم ربما لا يدعو للتفاؤل بالنسبة للسيد دياغو أغيري حينما يواجه الخور، لكنه ومن خلال هذه المباراة ومن خلال هذا اللقاء لا شك بأنه يريد أن يتخطى ذلك. موفق عوض، كرة في اليمين، عبد الرحمن الحرازي ينطلق يتقدم يبحث عن كرة عرضية يتوغل، الكرة ما زالت والفرصة قائمة، الكرة في اليمين عند عبد العزيز حاتم يبحث عن التسديد عند القدرة من هذا المكان يسدد، لكن الكرة ما زالت لكن على دفعتين يتمكن من أن يبعد حارس المرمى رجب حمزة. كل محاولات الريان في 21 دقيقة التي مرت من زمن أحداث هذا الشوط الأول من اللقاء نشاهد مجهودات فردية، يعني شاهد عبد العزيز حاتم في هذه اللقطة وفي هذه الكرة، وشاهدنا قبل ذلك ياسين إبراهيمي أيضا من الجانب الآخر، وفي ظل الطريقة التي يلعب بها السيد دياغو أغيري، وأيضا في ظل تواجد طبعا تباتا في موقع لم يعتب بأن يتواجد فيه، لذلك الدور كبير جدا على لاعبي خط الوسط من خلال هذه المباراة من أجل صنع الفارق بالنسبة للرهيب في هذا اللقاء. كرة في الجهة اليسرى تعود عند ميركادو في وسط ملعب المباراة، ميركادو يتقدم الأرجنتيني، حاتم لمسة للأمام، محاولة ما زالت، نقلة جميلة، تباتا تقدم، الكرة لموفق في الجهة اليمين، انطلاقة وكرة عرضية بعيدة، فرانكوم يسيطر بشكل ممتاز، الكاميروني يعيد لمحمد جمعة في الجهة اليسرى، عبد العزيز حاتم محاولة إرسال كرة عرضية لكن دائما وأبدا خط الدفاع في قمة تركيزه وعطاء خالد رضوان يبعد الكرة إلى رمية تماس، حولت إلى رمية تماس لصالح نادي الريان الذي كما ذكرت أيها الأحبة الكرام بأنه كان في المركز الرابع في الموسم الماضي، والريان من خلال المواسم الماضية ظل متواجدا في ما بين الأربعة الكبار، يعني على الأقل في 3 مواسم الماضية، ولكن بكل تأكيد بأن هدفه وأمل جماهيره وحلمه هو أن يكون الرهيب الرياني من أجل منافسة ومن أجل عودة بطولة لقب بطولة الدوري من خلال هذا الموسم، ولكن يعني كل هذا سيتحدد بعد هذه المباراة، لأن الانتصار راح يعطي دافع كبير لتقديم ما هو أفضل في المباريات القادمة. وفي الجانب الآخر الخور لا يريد أن يتعثر، الكرة عند عبد الرحمن الحرازي تعود في وسط الملعب عند موفق عوض، موفق سيطر على كرته يبحث عن التقدم، تباتا نقلة خذوهات لكن الكرة وصلت عند هلال محمد، والكرة تبعد لتعود لروبرت مالكي يحاول يبعد الكرة إلى رمية تماس، يبعد الكرة إلى رمية تماس، لكن إذا استمر الريان بهذا الضغط المتواصل على مرمى نادي الخور وإذا ظل الخور متراجعا بهذه الطريقة يعني أعتقد بأن الهدف قادم، الهدف قادم للرهيب الرياني. ياسين إبراهيمي يحاول، إبراهيمي تقدم انطلق مرة لكن تبعد من حارس المرمى، حارس المرمى يكمل دور المدافعين
يكمل دور المدافعين رجب حمزة حقيقة من خلال هذه المباراة. لكن انظر إلى ياسين إبراهيمي كيف يخترق، كيف يمر، كيف يتلاعب بدفاع الخور وينجح في ذلك في عديد المرات. لكن رجب حمزة يحسب له التعلق في إبعاده لأكثر من كرة ولأكثر من فرصة. لا نشاهد كرات ترسل إلى عمق المنطقة وداخل منطقة في الهجوم من جانب لاعبي نادي الريان. كل المحاولات تأتي عبر الأطراف من أجل فك شفرة دفاع الخور. الكرة تحولت الآن لركلة مرمى ياسين إبراهيمي، ولدينا عدد من الجزائريين الذين سبق لهم وأن مثلوا وارتدوا قميص الرهيب الرياني في سنوات ماضية. تحدث عن عبد العزيز داسفولت في 2002-2003، تحدث عن النجم الكبير علي بن عربية، والأخضر عجالي أيضا من ضمن الأسماء التي تواجدت على مستوى اللاعبين الجزائريين الذين مثلوا نادي الريان. ويأتي اسم آخر كبير وهو ياسين إبراهيمي، ينتظر منه الكثير بكل تأكيد. انظر ماذا يقدم، انظر الدور الكبير الذي يقوم به، يتكفل بالاختراق وصناعة الفرصة للرهيب الحرازي في اليمين، يمر يتقدم الحرازي، الكرة معه أحمد عبد المقصود يمرر، يا الله على التمريرة، لكن الكرة تبعد بعد ذلك من جانب دفاع الخور الذي ما زال صامدا والذي ما زال متماسكا. لكن هل يبقى كذلك في كل اللحظات القادمة والمتبقية في أحداث هذا الشوط الأول؟ فرانكوم، لكن لدينا لاعب ساقط على أرضية ملعب المباراة. سلامات إن شاء الله، سلامات إن شاء الله للاعب اللي ساقط على أرضية ملعب المباراة من جانب لاعبي نادي الخور. الخور اللي في الموسم الماضي حقيقة عانى كثيرا من أجل أن يبقى، وكان مهددا في كثير من فترات الموسم الماضي بالهبوط أو بخوض مباراة فاصل، لكن في النهاية تمكن من أن ينهي بطولة دوري نجوم كيو أم بي في الموسم الماضي في المركز العاشر برصيد 20 نقطة. حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 وخسر في 12 مباراة. لكن من يشاهد أداء الخور في الثلاث جولات الماضية يدرك تماما بأنه لا يريد أن يمر بتلك المعاناة التي عاش الفريق في الموسم الماضي، ويريد أن يتدارك الوضع منذ البداية، ويريد أن يظهر نفسه بالصورة الجميلة. لأن الخور في فترة من الفترات كان واحد من الفرق اللي تقدم كرة قدم جميلة، وكان واحد من الفرق اللي نشوفها تلعب نهائيات، واللي كانت تتواجد ضمن الأربعة الكبار. الخور لديه ما يكفي من حقبة تاريخية في زمن مضى بأن تجعله على أقل تقدير يتجنب ما حدث له في الموسم الماضي وفي الموسم قبل الماضي، وأن يعود من خلال هذا الموسم. ونظرا للأسماء المتواجدة كعناصر وكأسماء، أعتقد بأن لديه القدرة حتى بعد مرور 28 دقيقة، حتى وإن كنا نتحدث على أنه لم يتمكن بأن يصل إلى مرمى الريان في أي كرة وفي أي فرصة، لكن نتحدث عن فارق إمكانيات في أرضية الملعب، ونتحدث عن جانب كبير من الاحترام بالنسبة من جانب من السيد عمر نجحي الذي يبقى يعتمد على الكرات المرتدة. لكن الرهيب يبحث عن هدف أول وسيواصل ذلك في أحداث الدقائق القادمة من عمر هذه المباراة. أحمد عبد المقصود، كرة لمحمد جمعة في الجهة اليسرى من ملعب المباراة. محمد جمعة يتقدم، يسدد كرة عرضية، لكن حارس المرمى يبعدها. عبد المقصود يسدد كرة، لكن الكرة بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. هي تهيأت بشكل مثالي لعبد المقصود، هذه الكرة العرضية من محمد جمعة، وفي لاعبين ودهم أن تأتيهم الكرة بهذه الطريقة وبهذا الصورة، لكن كانت بعيدة، والكرة إلى ركلة مرمى تحولت. الكرة تحولت إلى ركلة مرمى، عنده قدم يسرى قوية عبد المقصود، وطبعا ندرك تماما من الدور الكبير اللي يقوم به مع فرانكوم في وسط الملعب، وأدوار الدفاعية أيضا عبد المقصود التي يقوم بها. كرة تعود الخلف روبرت مالكي، كان متواجدا مع المنتخب اللبناني في نهايات كأس أمم آسيا الأخيرة،
روبرت مالكا الذي بدأ طبعا هنالك في السويد. كرة في وسط ملعب المباراة، تباتا نقلة في الجهة اليمين، حرازي استلام جميل، حرازي يتقدم يمرر لكن سرعان ما يعود نايف البريكي وسرعان ما يتابع ويراقب تحركات تباتا، تحركات تباتا لأن ندرك تماما لما يكون تباتا في يومه ولما يكون تباتا في الفورمة، وندرك تماما مدى القيمة الكبيرة التي يمثلها تباتا لجماهير الرهيب، لكن الكرة تحولت إلى خارج أرضية ملعب المباراة إلى خطأ يحتسب لصالح الخور. كرة ترسل للأمام، تعود من محمد جمعة اللي بدوره يرسل كرة ناحية ياسين إبراهيمي، تصل لتباتا يحاول أن يسيطر لكن تبعد، عادت قبل أن تصل لعبد العزيز حاتم. حرازي ما زالوا يحاولون، حرازي تقدم لعبد العزيز حاتم، إبراهيمي يحاول داخل المنطقة، المحاولة مستمرة، مر تقدم بشكل جميل، الكرة ما زالت لكن رجب حمزة يواصل دور المدافعين، يواصل الدور الذي يقوم به ياسين إبراهيمي، يتعب ويرهق مدافعي الخور لكن من يقف له في كل مرة؟ يقف له رجب حمزة. شوف هذه اللقطة وهذه الإعادة وهذه الكرة من إبراهيمي، شوف الإمكانيات، شوف القدرات، شوف المهارة، شوف الاختراق، لكن رجب حمزة بيقدم شوط أول جميل لكن لا يجب بأن يمر بهذه الطريقة. دفاع الخور عليه أكثر من علامة استفهام في الدقائق التي مرت. إبراهيم أمادة لم يقف في وجه إبراهيمي، وبالتالي الكرة كانت خطيرة جدا، والكرة تحولت بعد ذلك إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى لصالح الخور ولصالح اللي هو الحارس رجب حمزة. يعني حتى في الوقت الذي نشاهد فيه تبادل المراكز المستمر فيما بين الحرازي وفيما بين ياسين إبراهيمي، مرة نشاهد الحرازي على الجهة اليمين والعكس صحيح تماما في ذلك، لكن كل هذه الأمور لا تسعد هؤلاء حتى اللحظة، لا تسعد جماهير الرهيب الرياني، ما زالوا ينتظرون هدف. الريان عاجز عن الوصول إلى الشباك لكنه ليس عاجز عن تشكيل خطورة على مرمى الخور. الكرة لتباتا يسدد كرة لكنها مرت وتحولت إلى ضربة ركنية خطيرة جدا من تباتا. هذه الإعادة بالكرة اللي واضح من الإعادة أنها عدت لكن الكرة عن طريق تباتا والكرة إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى لأنها عدت قبل ذلك وتحولت إلى ركلة مرمى لصالح نادي الخور. خور بالنسبة له ينهي الشوط الأول 0-0، وبعد ذلك في شوط المباراة الثاني قد يتغير شكله وتعامل الفريق وأسلوب وطريقة لعبه. المهم بالنسبة لهم بأنهم لا يستقبلون هدفا في هذا الشوط الأول من اللقاء. سقوط على أرضية الملعب من جانب هلال محمد، وحديد من جانب عبد الرحمن الحرازي مع حكم مباراة سيد عبد الرحمن الجاسم الذي قاد مباراة قطر والغرافة في الجولة الماضية. المونديال عبد الرحمن الجاسم الحكم الذي بكل تأكيد يعتبر مميز، وبكل تأكيد بأنه يمثل قدوة لكل من يريد أن يتواجد ويكون حكما في يوم من الأيام، وعدد كبير حقيقة من الحكام القطريين من خلال السنوات أو المواسم القليلة الماضية يقدمون عطاءات ممتازة. كرة في وسط ملعب المباراة ناحية هلال محمد، تعود لك الكرة إلى رمية تماس، رمية تماس تحولت لصالح الريان. تباتا يمرر كرة، إبراهيمي، ياسين إبراهيمي يتقدم يسدد لكن الكرة إلى ضربة ركنية تحولت، ضربة ركنية تحولت هذه المرة عن طريق خالد رضوان، هو من يقف
لكرة إبراهيمي، لكن لا أحد يوقف ياسين إبراهيمي، لا أحد يوقف ياسين إبراهيمي. هذا ما شاهدناه من خلال اللحظات التي مرت في أحداث شوط المباراة الأول. عبد العزيز حاتم في الجهة اليسرى يبحث عن كرة عرضية، هي كذلك، لكن مجددا إلى ضربة ركنية، إلى ضربة ركنية. سيناريو يتواصل، وأسلوبه وطريقة لعب واحدة، وهي تراجع من جانب لاعبي الخور وهجوم من جانب لاعبي الريان بحثا عن الهدف، لكنهم ما زالوا ينتظرونه. الحرازي يحاول يعيدها لعبد المقصود في الجهة اليمين، موفق عوض. شوف الكثافة العددية والتراجع الكبير من جانب لاعبي نادي الخور. هكذا يتعامل هذا الرجل السيد عمر رجحي مع هذه المباراة، سيد عمر رجحي المدرب الذي تولى مهمة قيادة الخور في الموسم الماضي في آخر ست مباريات، في آخر ست جولات، وكانت لديه تجربة ناجحة رغم أن الوقت كان ضيقا جدا، وهو الذي تولى المهمة خلفا للفرنسي كازوني الذي أقيل بعد سوء النتائج التي لم تكن في مستوى التطلعات والطموحات والانتظار من جانب نادي الخور. هذه الكرة المرتدة السريعة، حمودان يتقدم، يا الله على كرة قد يكون فيه هدف أول، التسديد، لكن الكرة تبعد، يا الله على كرة مرتدة سريعة وعلى بطل في حراسة المرمى اسمه فهد يونس يتمكن من أن يبعدها. التمريرة جميلة، التمريرة رائعة، الانطلاقة أجمل من حمودان، مسجل هدفين في الثلاث جولات الماضية. هذه هي الإعادة والكرة التي كاد من خلالها أن يصل فرسان الخور للقاء، لكن الكرة إلى ضربة ركنية تحولت. هذه لقطة كان في المرة الأولى فيها البطل فهد، وفي المرة الثانية الكوري الجنوبي، ولقطة هل كانت في يد الكوري الجنوبي أم لم تكن كذلك، هنالك حديث مع من يتواجد على مستوى طبعا تقنية الفيديو على مستوى الفار، لكن الإعادة والكرة إلى ضربة ركنية تحولت، إلى ضربة ركنية تحولت. شوف الآن بدأ يبحث الخور بشكل جدي وواضح جدا عن هدف التقدم وعن الوصول إلى شباك الريان في هذا اللقاء. تلك الفرصة وتلك الكرة قد تعطيهم بكل تأكيد حافز ودافع للوصول لشباك. كرة عرضية ترسل أمادة لكنها عادت في اليمين، راية وتسلل على روبرت مان. هذه هي الإعادة للقطة الأخيرة. سيد عبد الرحمن الجاسم تابع طبعا أول بأول مع محمد الشمري الذي يتواجد من خلال هذه المباراة كحكم فار، وبالتالي قراراته واضحة. ومن الأمور المميزة جدا حقيقة سيد عبد الرحمن الجاسم الملاحظة عليه منذ مواسم ماضية هي قوة الشخصية لدى حكم المباراة، هي واحدة من الأمور المهمة جدا، قلة الأخطاء بشكل كبير جدا. كرة في الجهة اليمين، موفق عوض يحاول، لكن الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، لكن قوي الشخصية وكبير التاريخ بأرقامه ببطولاته بإنجازاته الرهيب الرياني ما زال يبحث عن هدف أول، وما زال يبحث عن انتصاره الأول في هذا الموسم. يصطدم اليوم بفرسان الخور ويعجز عن الوصول إلى شباكهم حتى الدقيقة 38 من زمن أحداث هذا اللقاء في شوطه الأول. الآن بدأ يزيد نوعا ما لاعبي نادي الخور، بدأوا يتقدمون، بدأوا يهاجمون على العكس تماما في الدقائق التي مرت. لم يكن الخور يعني يهاجم، اكتفى بدفاع المنطقة واكتفى بأن يتراجع من أجل أن يحافظ على شباكه نظيفة. الكرة إلى رمية تماس، رمية تماس تحولت، هذا هو عبد العزيز حاتم بعد انتقاله من الغرام في الريان. الصفقة التي لاقت ترحيب كبير جدا وتفاعل كبير جدا،
بكل تأكيد ينتظر ما هو أفضل من حاتم إبراهيمي. يمر من الأول، يمر لعبد العزيز حاتم، الكرة ترسل لياسين إبراهيمي، نقلة في الجهة اليسرى، طالت إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس. ونحن نصل مع حضراتكم أيها الأحبة الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم إلى الدقائق الخمس الأخيرة من عمر الوقت الأصلي لأحداث هذا الشوط الأول من المباراة، 0-0 ما زالت مستمرة. كرة تحولت إلى خطأ يحتسب لصالح الخور، هذا ما كان يبحث عنه سيد عمر نجحي وهذا ما كان يبحث عنه الخور، لكن هذه صورة معبرة، صورة معبرة لأجيل عدم الرضا على النتيجة وربما عدم الرضا على الأداء. شبلين من أشبال الخور، شبلين من أشبال الخور، شاهدنا في واحدة من اللقطات الجميلة أطفال الخور اللي تواجدوا هنا في هذا الملعب وعزروا الخور ويحضرون ويتواجدون في هذه المباراة وفي هذا اللقاء وينتظرون بكل تأكيد انتصار ثاني من خلال هذا الموسم لفريقه. خطأ يحتسب لصالح نادي الخور، خطأ يحتسب وعلى التنفيذ أمادة يسدد كرة مسافة بعيدة لكن الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. أمادة الذي تألق حقيقة هنالك في الجزائر مع ناديي وفاق الصيف ومولودية الجزائر وكان أفضل لاعبي الدوري الجزائري بالمناسبة من خلال الموسم الماضي. كرة في الجهة اليسرى لصالح الريان، محمد جمعة يعيد الكرة لعبد العزيز حاتم في الجهة اليسرى، محاولة الاختراق من الأطراف، كل الطرق المؤدية إلى شباك الخور مغلقة، المرور ممنوع حتى الدقيقة 41 من زمن أحداث هذا الشوط الأول من اللقاء. من ينجح في الوصول إلى شباك رجب حمزة؟ كرة في وسط الملعب، تغيير اتجاه اللعب أكثر جهة اليمين، عبد الرحمن حرازي يتقدم، حرازي الكرة معه فرانكوم يسيطر، فرانكوم يمرر حرازي، يا الله على كرة ضاعت لكن ما زالت، والكرة تبعد مرة أخرى. هو البطل، هو أفضل لاعبي شوط المباراة الأول من جانب الخور، هو رجب حمزة الريان لا يواجه الخور فحسب، يواجه رجب حمزة في هذا اللقاء. لكن شوفوا فرانكوم التمريرة الجميلة والرائعة، ولكن رجب حمزة في التوقيت المثالي تدخل وأنقذ الموقف ويبقي على الشباك نظيفة. كرة تحولت إلى رمية تماس. في بعض الأحيان حارس المرمى إذا ما كان حاضرا ذهنيا بدنيا، كان في الفورما، كان في يومه، يستعصي على الفريق والخصم المنافس بأن يصل إلى 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 شباك من يتواجد لديه حارس بهذا الحضور في هذه المباراة. في الحديث عن رجب حمزة، لكن يعني بكل تأكيد يتمنون بأن يتواصل وبأن يستمر يعني إلى نهاية المباراة. كرة عند اللاعب ميركادو اللي بدوره ينقل كرة أقصى الجهة اليسرى ناحية محمد جمعة لياسين إبراهيمي، كنترول خاطئ، عادت لنايف البريكي، تمرير كرة لكنها ليست بالشكل المناسب والصحيح، تعود المرتدة للخور، واجنر يتقدم البرازيلي، يرسل كرة لحمودان في الجهة اليسرى وكرة ومحاولة، لكن الكرة إلى ركلة مرمى. هذا أحمد حمودان اللاعب المغربي الذي يقضي موسمه الأول مع الخور، ولدينا الكرة الآن مرتدة، ياسين إبراهيمي تقدم، ياسين إبراهيمي تبات
فرصة ضاعت، فرصة ضاعت. إبراهيم يفعل كل شيء، يفعل كل شيء في اختراقه لدفاع الخور ويمرر ويوصل الكرات في المكان التي يجب بأن تصل إليه، ولكن تبات غير موفق في عديد المرات يخطئ الطريق، وهو نادرا من أن يخطئ طريق الشباك وطريق المرمى وكرة ولقطة يتحسف معها وعليها السيد عقيري الذي كان يتمنى بأن تعانق الشباك، لكن كرة الحرازي في الجهة اليمين، الضغط يتواصل، عبد العزيز حاتم يتقدم، الحرازي يحاول أن يلحق على هذه الكرة، لكن كرة إلى ركلة مرمى، ركلة مرمى تحولت لصالح نادي الخور، ركلة مرمى للخور. هذا هو اللاعب أحمد حمودان الذي كان متواجدا طبعا هنالك في في بطولة الدوري المغربي مع اتحاد طنجة، وهو ايضا اللاعب الذي قادم من نادي الرادي السعودي، ونتحدث عن واحد من اللاعبين اللي ظهروا بشكل ممتاز على الاقل في الثلاث جولات الماضية، ونصل الى اخر دقيقتين، الوقت المحتسب بدل الضايع، الوقت المحتسب بدل الضايع، ولدينا اللاعب اللي سقط على ارضية الملعب واللي هو نايف البريكي، يقوم بالسلامة ان شاء الله. هنا جانب طبعا من دكة البدلاء بالنسبة لعمر نجحي، ابتسامة وقد تكون ابتسامة الرضا على الاقل على ما كان هو يريده، على الاقل على تعليمات اللي اعطاها للاعبين التزموا بها طبقوها يعني بالحرف الواحد، وبالتالي 0-0 ينتهي الشوط الأول، الأمور ممتازة تكون بالنسبة له، وبعد ذلك في الشوط الثاني ربما تكون لديه نظرة ورؤية وقراءة أخرى لهذه المباراة. كرة في وسط الملعب، عبد المقصود، الكرة في الجهة اليسرى من ملعب المباراة عند محمد جمعة، اللي بدوره يرسل كرة لياسين إبراهيمي، ياسين يحاول، إبراهيمي يتقدم، لكن الكرة تبعد من واغنر المتراجع والعائد في تغطية ممتازة، واغنر تقدم، واغنر يمرر، إبراهيم مادة في وسط الملعب، انطلاقة لصالح الخور تنقل في الجهة اليسرى، هذه قد لا تمر مرور الكرام، حمودان استلم وسيطر ومرر، الكرة عادت لكنها تمريرة خاطئة، فرانكوم المتواجد بالقوة البدنية يقطع الطريق، يرسل كرة لتباتا، تباتا التمريرة لم تكن مثالية، تعود لنايف البريكي في وسط ملعب المباراة لواغنر، واغنر يمرر كرة للأمام، يستلم يمرر لتياغو، تياغو يوقف على كرته لأمادة، أمادة ينقل كرة لهلال محمد في الجهة اليسرى، لكن الأفضلية العددية بالنسبة للاعبي نادي الريان، وبالتالي سرعان ما تستخلص الكرة وسرعان ما يحتسب، أو في هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم، صافرت نهاية أحداث شوط المباراة الأول في لقاء الريان والخور بالتعادل السلبي. الثاني الذي ينطلق في هذه اللحظات بصافرة السيد عبد الرحمن الجاسم من لقاء الريان والخور، بعد أن تركنا شوط المباراة الأول ينتهي بالتعادل السلبي في شوط كان فيه الاستحواذ وكانت فيه الأفضلية بالنسبة للريان، ولكنه لم يتمكن من أن يصل إلى شباك الخور الذي نجح في أن يكون يعني على مستوى الناحية الدفاعية ممتاز في التغطية وممتاز في التركيز العالي الذي شاهدناه عليه، وبالتالي مع انطلاقة أحداث شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء الذي على ما يبدو لي بأن السيناريو قد لا يتغير كثيرا، قد يبقى الريان مهاجما، قد يبقى الريان ضاغطا من أجل أن يصل لشباك نادي الخور من خلال الدقائق واللحظات الأولى في شوط المباراة الثاني من هذا اللقاء، ولدينا خطأ أول يحتسب في شوط المباراة الثاني، خلفه عبد العزيز حاتم وتباتا، حاتم يرسل كرة الأمام لكن تبعد من رجب حمزة الذي كان واحد من رجال شوط المباراة الأول من جانب لاعبي نادي الخور، فتألق وأبعد العديد من الفرص ومن المحاولات التي كان قريب من خلالها الريان أن يسجل. كيف سيتعامل الخور مع شوط المباراة الثاني؟ الله
الإجابة لدى هذا البرازيلي، الإجابة لدى فارس فرسان الخوري البرازيلي تياغو. أنا سألت وهو أتى بالإجابة وأتى بهدف المباراة الأول. تياغو يسجل هدف اللقاء الأول من كرة مرتدة بهذه الطريقة وبهذه الصورة وبخط دفاع من الريان. الله على الإمكانيات والله على الاستغلال. فرصة كهذه خلف برازيلي معناته في الجول، معناته 1-0 للخور، 1-0 للفرسان في هذه اللحظات، في البداية الغير منتظرة من جانب جماهير الريان، في البداية الغير متوقعة من جانب جماهير الرهيب، لكنها كانت منتظرة من جانب فرسان الخور الذين يجدون أنفسهم متقدمون في نتيجة هذه المباراة. لكن عودة للفار، عودة للفار. ماذا هناك؟ ماذا هناك؟ سيد عبد الرحمن جاسم، نشاهد هل هنالك لقطة؟ لم يتمكن من أن يشاهدها بالشكل الصحيح، ربما كان هنالك لمسة يد لهذه اللقطة. هذه اللقطة، الكرة عدت ومرت ولامست يد تياغو، وبالتالي أعتقد بأن الهدف يلغى بداعي لمسة اليد يا تياغو، وبالتالي تعود الأمور إلى وضعها الطبيعي وتعود النتيجة إلى 0-0، وفرحة لم تكتمل للسيد عمر نجحي. وبالتالي أعتقد بأن هذا الهدف الذي سجل وتم إلغاءه لابد بأن سيعطي لاعبي الريان بأن يكونون أكثر حذرا وبأن يقدمون 45 دقيقة قادمة. هي راح تكون مثيرة في كل الأحوال. اصطدمت في عبد الرحمن الجاسم وبالتالي يعود، وطبعا اسقاط في السابق. الوضع تغير الان، حكم المباراه يعني في كثير من اللقطات، في كثير من المباريات شاهدناها هو ليس مذنبا، لكنه يتسبب في احيان في 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 يعني قطع هجمه خطيره للفريق على حساب الاخر. على اية حال 0-0 تستمر، والشوط الثاني يبدأ مثير في أحداث هذا اللقاء، في ليلة يبحث فيها الرهيب عن انتصار أول، وفي ليلة لا يبحث فيها الخور عن خسارة. ياسين إبراهيم يتقدم، ياسين يسدد، لكن الكرة إلى ضربة ركنية تحولت. الشوط الثاني سيكون مختلفا، سيكون مغايرا. الضربات الركنية كانت كثيرة في شوط المباراة الأول من جانب نادي الريان، لكن سرعان ما كان يتم التعامل معها بشكل مثالي من جانب لاعبي نادي الخور على مستوى خط الدفاع. ولدينا الآن ركنية، الكرة ترسل لكنها تبعد. عبد المقصود يسدد الكرة في هذا المكان، التسديدة روبرتو باندا، يا الله القائم مرة أخرى، الفرصة ما زالت، الكرة في أحضان حارس المرمى. يا لها من لقطة ويا لها من كرة، في المرة الأولى قائم وفي الثانية قائم وفي الثالثة حارس مرمى، والكرة تعاند الرهيب، لا تريد أن تسكن شباك الخور. هذه هي الإعادة، وهذه اللقطة التي على ما يبدو لي كان فيها متسللا اللاعب الأرجنتيني ميركادو، وبالتالي واحدة من الفرص ومن الكرات الخطيرة. لكن الجلد المدور يقف اليوم في كثير من اللحظات وفي كثير من اللقطات مع الخور، وإذا وقف إلى جانبك الجلد المدور وإذا أرادك أن تكون أنت صاحب الانتصار في هذه المباراة، هنالك مؤشرات لابد أن تأتي مؤشرات قبل ذلك. وبالتالي الريان أعتقد بأنه في هذا الشوط الثاني من المباراة سيقدم كل ما لديه
من أجل أن لا تمر الربع ساعة الأولى في أحداث هذا الشوط الثاني من المباراة قبل أن يصل الواحد صفر. الحراس ينطلق في اليمين الرهيب انطلاقه وتقدم، لكن روبرت مالكي اللبناني يقطع الطريق والكرة تحولت إلى خارج أرضية ملعب المباراة إلى رمية تماس لصالح الريان الذي يواصل ضغطه، يواصل هجماته من اليمين من اليسار من العمق، تسديد من خارج المنطقة. المهم بالنسبة لهم هو أن يصلون إلى شباك الخور، المهم بالنسبة لهم أن يصلون إلى انتصارهم الأول من خلال هذا الموسم. ياسين إبراهيمي يسدد كرة، لكن الكرة سهلة عند حارس المرمى الذي يتمكن من أن يسيطر عليها. هذا ياسين، هذا إبراهيمي، هذا بطل إفريقيا، هذا محارب الصحراء، سدد من تلك المسافة لكنها لم تكن بتلك القوة، لكنها لم تكن صعبة على حارس المرمى رجب حمزة، والذي بالنظر وبالعودة إلى ما جرى من أحداث ومن لقطات في شوط المباراة الأول، كرة كهذه لن تمر عليه مرور الكرام. وقلتها في شوط المباراة الأول بأنه في الفورما، هذه هي ردة فعل الجماهير الريانية. ياسين إبراهيمي يتقدم مجددا، ينطلق بين اثنين، يمر لفرانكوم، لكن الكرة سرعان ما تقطع من جانب لاعبي الخور. عادت مرة أخرى لعبد المقصود، لا جديد يذكر أيها الأحبة الكرام في شوط المباراة الثاني حتى اللحظة، سوى أن الريان يواصل ما بدأه في شوط المباراة الأول. ولكن لو لم يلغى الهدف الذي سجل بالنسبة للخور هدف تياغو، لكانت المعطيات تغيرت بشكل كبير جدا في هذا اللقاء. الكرة تقطع من إبراهيمي، واغنر خطير في الكرات المرتدة، عبد العزيز حاتم لياسين إبراهيمي في وسط الملعب، إبراهيمي يتقدم، يمر الكرة في اليمين، الكرة العرضية المتابعة من فرانكوم الراسية حتى باتة، لكن تبعد، خطورتها قائمة. حاتم يحاول، حاتم يتقدم، يسدد، الله، لكن في الشباك الجانبية. وفي المرة الأولى حينما تراها تعتقد بأنها عانقت الشباك، يا له من ضغط، كيف للخور أن يقف أمامه، كيف للخور أن يقف أمام كل هذه الفرص، أمام كل هذه الكرات. هذه هي الإعادة، عبد العزيز حاتم واحد من الحلول بكل تأكيد. الكرة التي أبعدت من رجب حمزة، والكرة التي تحولت إلى ضربة ركنية، وهذا الرجل الذي يتعامل مع هذه المباراة بكل ذكاء، بكل ثقة، بكل خبرة. الكرة إلى ركلة ركنية لصالح نادي الريان، ولكن نشاهد هل هي لامست قبل أن تخرج إلى خارج أرضية الملعب يد حارس المرمى رجب حمزة أم أنها ليست كذلك؟ هي كذلك، والكرة إلى ركنية للرهيب عند الدقيقة 55 في الشوط الثاني. الكرة العرضية مرت من أمام الجميع، لكن ما زالت ريانية. موفق عوض يرسلها للأمام الكرة، لكن الكرة تبعى من جانب الدفاع. واغنر هو من يتراجع، والكرة إلى رمية تماس. الكرة تحولت إلى رمية تماس لصالح نادي الريان في هذه اللحظات عند الدقيقة 56 في أحداث هذا الشوط الثاني من المباراة. التراجع والتحفظ يتواصل، لكن الضغط الرياني في الشوط الثاني أكثر مما هو عليه في شوط المباراة الأول. كرة ترسل لتباتا، الكرة طالت، والكرة أبعدت إلى ركلة مرمى. تحدث عن آخر 20 مواجهة بين الفريقين في بطولة الدوري من خلال آخر 10 سنوات، فيها تفوق وفيها أفضلية بالنسبة للريان الذي نجح في أن يحقق الانتصار في 10 مباريات، التعادل كان في 4، والخور نجح في أن يحقق الفوز في 6 مباريات. لكن في الموسم الماضي الخور انتصر على الريان في مباراة الدور الأول 1-1، وإيابا الرهيب كان قد نجح في أن يحقق
الفوز بهدف تباتا وتعادل سلبي أخير كان قد حضر آخر مرة في 2014، كان ذلك هو التعادل السلبي الأخير في مواجهات الريان والخور التي لطالما كانت مليئة بالإثارة في أحداثها في تفاصيلها، ونحن ننتظر ونشاهد ماذا كيف ستكون عليه الصورة في الدقائق القادمة. كرة تلعب عند ياسين إبراهيمي في الجهة اليسرى، عبد المقصود في وسط ملعب المباراة، إبراهيمي لعبد المقصود، نقلة لمحمد جمعة، الكرة تعود مجددا لكن كنترول خاطئ وبالتالي الكرة طالت وتحولت إلى رمية تماس لصالح نادي الخور. الكرة والانطلاق عن طريق تياغو أو واغنر، ربما تحدث عن اسمين يعني بإمكانهم أن يصلون بالخور إلى شباك الريان. فرانكوم، الكرة لعبد المقصود، ترسل في الجهة اليمين، حرازي حاول أن يسيطر لكن طالت الكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وعلى ذكر التعادلات، الفرق التي لم تتعادل حتى اللحظة من خلال هذا الموسم السد الوكرة، الأهلي وقطر والشحانية، هذه الفرق التي لم تعرف التعادل. على مستوى القوة وخط الهجوم يبقى السد أقوى خط هجوم، مسجل 13 هدف، غراف أقوى خط دفاع هدفين، الشحانية أضعف خط دفاع استقبل الشباك 14 هدف، ولدينا إلى جانب الريان الغرافة والسد والدحيل هي الفرق الأربعة الوحيدة التي لم تخسر حتى اللحظة في عمر بطولة الدوري. انطلاقة من الجهة اليمين لصالح الخور، مصعب عبد المجيد، الكرة للأمام ترسل لكن تبعد من موفق، أمادة يسدد كرة لكن إياكم أن تتركون له المجال، إياكم أن تتركون له المجال يا ريانيين، لأنه كان قد سجل هدف صاروخ من مسافة بعيدة وقد ينجح في ذلك كحل وكخيار من الخيارات بالنسبة للخور من أجل الوصول. نايف لبريكي قائد الخور ساقط على أرضية الملعب. أمية 31 هدف تم تسجيلها من خلال أو ما إلى ما قبل هذه المباراة وإلى آخر مباراة يوم الأمس اللي كانت بين السد وأم صلال. كرة ترسل الأمام من ياسين إبراهيمي لكنها تبعد، عادت لعبد المقصود عند محمد جمعة، سيطر على كرته، يعيدها في وسط الملعب، إبراهيمي، عبد المقصود دائما على مستوى الجهة اليمين ناحية موفق عوض، حرازي لا تبديل في صفوف نادي الريان، لكن شوف نسبة الاستحواذ الواضحة أمامك، نسبة استحواذ كبيرة جدا وهي لصالح الريان لكنها تبقى سلبية. الكرة تعود للخلف، فرانكو في وسط الملعب لعبد المقصود مجددا لحاتم وحيدا تياغو في المقدمة، وباستثناء ذلك كلهم في الخلف، كلهم في الخلف لاعبي الخور. عبد المقصود في وسط الملعب لياسين إبراهيمي، ينقل كرة محمد جمعة في الجهة اليسرى، محمد جمعة يحاول أن يمر لعبد العزيز حاتم، إبراهيمي تقدم، الكرة ما زالت، الفرصة قائمة لكنه يضطر للعودة، يضطر للعودة على الطريقة الإيطالية، يدافع الخور في هذه المباراة ويمنع الاقتراب من مرماه، يمنع الريان أن يقترب من شباكه من خلال هذه المباراة. كرة بتعود للخلف مرة أخرى، عبد المقصود لموفق مجددا، وفق كرة للأمام، حرازي في الجهة اليمين، التمرير لكن الكرة طالت والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب، رمية تماس. أحمد عبد المقصود تباتا للكوري الجنوبي لجايئك لمحمد جمعة، يرسل كرة عظيمة حتى تباتا، عدت ومرت، عادت لموفق عوض الذي يبحث عن التصويب من خارج المنطقة لعبد المقصود مجددا، يرسلها للأمام لكن أيضا الكرة أبعدت، عادت لتياغو مرتدة، انطلاقة سريعة بهذا الطريقة، هو الثلاثي اللي يعتمد عليه حمودان بالإضافة إلى واغنر وبالإضافة إلى تياغو، والكرات المرتدة لا يوجد حل وخيار آخر
من جانب لاعبي نادي الخور في غادي المباراة من أجل الوصول إلى شباك الريان إلا بالثلاثي، إلا بالثلاثي اللي تحدثت عن فرانك كور تبعد من أمامه والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس مع عودة للاعب إبراهيم أمادة الذي يتمكن من أن يبعد الكرة لتعود مجددا. مباراة تلعب من جانب واحد، من جانب واحد القمصان الحمراء المخططة بالألوان السوداء، هكذا هي الوضعية في شوط المباراة الثاني. عبد العزيز حاتم، محمد جمعة، ياسين إبراهيمي أقصى الجهة اليسرى يتقدم، إبراهيمي يمر ينطلق لكن الكرة تبعد من أمامه، تبعد من أمامه، تعود نايف البريكي، عادت مرة أخرى عبد المقصود. شوف شخصية الريان، شوف شخصية الريان، شوف شخصية الرهيب عبد العزيز حاتم، يحاول ما زالت الكرة معاه، لاعب على لاعب، الآن أصبحوا اثنين، لكن يضطر لإعادة الكرة لأحمد عبد المقصود. كيف سبيله إلى وصالك دلني، كيف سبيله إلى وصالك دلني، هذا هو لسان حال جماهير الرهيب. كيف السبيل؟ أين الطريق؟ ما هو الحل من أجل اختراق هذه الشبكة الدفاعية؟ إبراهيم يتلاعب أمام ثلاث لاعبين، الله يا ياسين يمرر، لكن طالت على عبد العزيز حاتم والكرة تحولت إلى رمية تماس لصالح نادي الخور. رمية تماس للخور عند دقيقة 63 من زمن أحداث هذا الشوط الثاني من المباراة، الشوط الثاني من المباراة. 0-0 هي النتيجة المسجلة. ريان ما زال يشجع، ما زال يؤازر، وهي العادة، هي العادة لدى جماهير الأمة الريانية في كل ظروف الفريق، في كل أوضاع الريان دائما تشاهدهم يتواجدون ويقفون خلف فريقهم، وهنالك تحدي كبير في هذا الموسم على مستوى ليس لقب البطولة فحسب، بل على مستوى المدرج، الحضور في الجولات التي مرت، ونتمناه بأن يتواصل وبأن يستمر مع الجولات القادمة في انتظار موسم استثنائي وموسم مغاير. والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، رمية تماس في تبديل قادم سيكون، في تبديل قادم سيكون لصالح نادي الريان، وهو سيكون التبديل الأول. كرة في الجهة اليسرى، خالد مفتاح هو اللاعب الذي يستعد للمشاركة وللتواجد. الكرة لفرانكو عبد المقصود، ياسين إبراهيمي، كنترول ومرور وتقدم وانطلاق، الله على مجهود كبير يظهر به لاعب كبير، واجنر يقود المرتدة لصالح الخور، لكن عبد الرحمن الجاسم لا يشير إلى وجود خطأ، وبالتالي تعود الآن للريان. موفق عوض يمرر، لكنها تبعد، لكنها تبعد، والكرة بعد ذلك إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية تماس، إلى رمية تماس تحول. إذن خالد مفتاح يشارك بديلا لعبد الرحمن حرازي. خالد مفتاح، هل لديك المفتاح يا خالد؟ هل لديك المفتاح يا خالد؟ مفتاح الوصول إلى شباك الخور تباتا في وسط الملعب. الكرة تبعد، تعود مجددا للخلف روبرت ملكي، يرسل الكرة للأمام، عادت لأحمد عبد المقصود، عبد العزيز حاتم، لكن أعتقد بأن خطأ يحتسب لصالح الريان. هذه الإعادة التي سقط من خلالها تباتا لمسجل موسم الماضي 15 هدف على مستوى كل مسابقات، و خطأ يحتسب، والتوجيهات والتعليمات التي تستمر من جانب رجب حمزة حارس مرمى نادي الخور عند الدقيقة 66 في أحداث هذا اللقاء. خطأ للريان، تباتا يتقدم، يرسل الكرة للموفق في الجهة اليمين، الكرة العرضية، الله
قوتهم تظهر، كبرياءهم يظهر، قوتهم تظهر. لم يتنازلوا حتى وصلوا إلى شباك الخور. بعد عديد الفرص وبعد عديد المحاولات يسجلون هدف اللقاء الأول. هذه هي الإعادة، هذه هي كرة تباتا والكرة العرضية المتابعة من فرانكوم. الرهيب يتقدم أخيرا، قد تدافع إلى الدقيقة 90 أمام الرهيب، لكنك لست ضامنا للنقطة ولا الثلاث النقاط. فهو رهيب ويعرف جيدا كيف يستغل تلك الصفة وتلك الشخصية. الكاميروني فرانكوم يسجل هدف المباراة الأول للريان. أخيرا يصلون إلى شباك الخور. الآن الصورة قد تتغير، الصورة قد تتبدل. الكاميروني يصفق لزملائه، يعطيهم الحافز، يعطيهم الدافع من أجل تقديم ما هو أفضل. لكن هذه اللقطة والحديث من جانب لاعبيه نادي الخور. شوف فرانكو شوف دوره. اللقطه اللي اجتمع فيها للحظات قليله بلاعبيه الريان، يحدثهم ويحثهم على مواصله الضغط وعلى تقديم عرض افضل في قادم اللحظات. عبد الرحمن الجاسم يروح لإداري نادي الخور ويتحدث معه. ربما كان قد اعترف، وبالتالي البطاقة الصفراء تظهر، البطاقة الصفراء تظهر من جانب حكم مباراة سيد عبد الرحمن الجاسم. خلاص يعني حتى الـ الإداري يكون أهدى، والمدرب يكون أهدى، واللي في دكة البدلاء يكونون أهدى، لأن لم يقتصر الأمر الآن البطاقة الصفراء أو الحمراء على اللي موجودين في أرضية الملعب ال 22 لاعب. كل شيء تغير في عالم كرة القدم، لكن هذا الرهيب القيمة الثابتة، هم قبل هذه المباراة لديهم إصرارا كبيرا جدا في الوصول إلى الانتصار الأول. سجلوا الأول وسيبحثون عن الثاني، لكن ماذا عن الخور؟ هل سيستمر متراجعا أم أنه سيحاول البطاقة بأوهو؟ بطاقة حمراء. واغنر، ماذا فعلت يا واغنر؟ البطاقة الحمراء تظهر. الخور راح يلعب بعشرة لاعبين. يا لها من ظروف ويا لها من تقلبات تحدث في شوط المباراة الثاني بعد هدف الريان. هذه ظروف كرة القدم، أحيانا تسجل هدف يتم إلغاء الهدف، تتأخر في النتيجة وسجل في مرماك هدف وتخسر واحد من أفضل عناصرك، من أفضل لاعبيك. وبالتالي دائما نقول ضبط النفس والهدوء من الأمور المهمة جدا في 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 لاعب كرة القدم اللي يمثل قيمة كبيرة. هذه الإعادة في المرة الأولى. السيد عبد الرحمن الجاسم لم يتراجع على الإطلاق ولم يتردد في أن يظهر البطاقة الحمراء. واغنر، قد تتسبب في خسارة فريقك في هذا اللقاء لأنك عنصر مهم للغاية، ونحن نتحدث عن آخر 20 دقيقة، عن آخر ثلث ساعة في أحداث هذا اللقاء. كثيرة هي الاعتراضات وكثير هو الحديث من جانب اللاعبين مع حكم المباراة، لكن حكم المباراة إن اتخذ قراره فلن يتراجع، لا عودة في التراجع في القرار، وبالتالي حديث لن يجدي نفعا، حديث لن يأتي بأي نتيجة. الخور يلعب بعشرة ومتأخر 1-0. الخور هل سيعود لهذه المباراة؟ هل سيتمكن من أن يدرك التعادل؟ أم أن الرهيب سيبحث عن الهدف الثاني؟ وهذا أمر مفروغ منه بأنه سيبحث عنه. عبد المقصود لفرانكو، عبد المقصود لموفق عوض في الجهة اليمين. انتصار أخير كما ذكرت للريان كان في آخر جولة من الموسم الماضي، 4-3 على قطر مع 3 تعادلات في بداية هذا الموسم.
والكرة لعبد العزيز حاتم يتقدم الآن، ينطلق لياسين إبراهيمي في الجهة اليسرى. ياسين إبراهيمي يحاول الله على الخطوات الجميلة، تباتة الكرة تبعد من أمامه، الكرة تعود للخوفي وسط الملعب لكنها عادت مجددا. ياسين إبراهيمي شوف الدور الكبير، شوف الإمكانيات، شوف 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 الفارق الذي يقدمه عبد العزيز حاتم، فرصة وقد يكون الثاني، لكن الكرة تبعد إلى ضربة ركنية. بالمناسبة يعني آخر موسم تعادل فيه الريان في أول ثلاث جولات من عمر انطلاقتي وبداية الموسم كان 2011-2012، وانتظر إلى أن أتت الجولة الرابعة وحقق فيها الريان الفوز، وكان على النادي الأهلي في 3 أهداف مقابل 2 في موسم أنهاه الرهيب في المركز الثالث في جدول الترتيب، بما معناه أن الريان لم يسبق أن مرت 4 جولات بدون أن ينتصر. سلامات إن شاء الله للاعب اللي سقط على أرضية ملعب المباراة، الحديث عن خالد مفتاح. هذه الإعادة لكرة عبد العزيز حاتم الذي بدأ في الشوط الثاني يعني يظهر بشكل أفضل عما كان عليه في أحداث شوط المباراة الأول. سلامات إن شاء الله لخالد مفتاح. سلامات لخالد مفتاح. هذا عمر نجعي وهذا أجيل. تاريخيا طبعا لدينا 2 فقط كمدربان من الأوروغواي قادة الريان، تحدث عن فوساتي في 2015 وعن أجيل. و أجيل اللي سبق وأن اختير كأفضل مدرب في قطر في 2012، أي بعد 2 سنين من توليه مهام التدريب، وعنده ذكريات جميلة مع الريان، حقق معاهم 5 بطولات، 5 بطولات حققها هذا الأوروغواياني، ولكن لم يكن من ضمنها بطولة الدوري، لكن الريانين يتفاعلون به كثيرا، يتفاعلون بابن مونتيفيديو، بابن الأوروغواي كثيرا من أجل أن يعيد للبيت الرياني هيبته وأن يستعيد معهم تلك الذكريات الرائعة والجميلة حينما كان متواجدا في الولاية الأولى أو للمرة الأولى اللي تولى فيها نادي الريان. أجيري عنده ذكريات حلوة، الذكريات في بعض الأحيان تكون دافع وتحفز المدرب أو اللاعب على تقديم الأفضل، لكن حمودان ينطلق يمرر الكرة لتياغو أمام 2، تياغو يرسل كرة في الجهة اليسرى عند دقيقة 74 من أحداث هذا الشوط الثاني في المباراة، وما زالت النتيجة أيها الأحبة الكرام مشاهدينا عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم هي تقدم الريان بهدف مقابل لا شيء. المرتدة تعود، الكرة تصل عند عبد العزيز حاتم. إبراهيمي ينطلق، ياسين إبراهيمي يحاول يمرر، حاتم الله، هكذا تعود بأن يسجل دائما في الزاوية التي لم يتمكن ولم يتمكن كبار حراس آسيا من يحركون ساكنا، يعود ويسجل حاتم بالكرات التي تخادع الحراس، بالكرات التي تتعب الحراس. الريان يتقدم بالهدف الثاني لتظهر جماهير في المدرجات سعيدة فرحة. الله يا عبد العزيز حاتم، حط وين؟ حط في الزاوية وحط في المكان الذي عذب من خلاله كبار حراس القارة الآسيوية مع العنابي. هذه طريقته وهذا ستايله وهذه أهدافه. عبد العزيز حاتم يسجل الثاني للرهيب الذي يظهر رهيبا في هذا اللقاء وفي الجولة الرابعة. طال صبرهم من أجل انتصار، طال صبرهم ولن يتمكنون أن ينتظرون إلى الجولة الخامسة، وبالتالي هدفين مقابل لا شيء قبل ربع ساعة من النهاية.
قبل ربع ساعة من نهاية أحداث هذا اللقاء، وقد يكون هذا الأمر الطبيعي خاصة بعد النقص، بعد النقص العددي الذي شاهدناه في صفوف نادي الخور. الكرة تعود في الجهة اليسرى، محمد جمعة، الكرة عادت لخالد مفتاح، محمد جمعة يعيدها مجددا في وسط ملعب المباراة. عبد المقصود، الأمة تهتف في المدرجات والريان يمتع في أرضية الملعب. إبراهيمي يرسل كرة في الجهة اليمين عند موفق عوض، الكرة تعود علي الخلف عند اللاعب اللي هو ميركادو اللاعب الأرجنتيني. كرة تنقل للأمام لكن طالت، والكرة تحولت إلى خارج أرضية ملعب المباراة، هي إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى لصالح نادي الخور. هذا جيم، هذا جيم. سيحقق انتصاره الأول كمدربا للريان على الخور في هذا المصر، في المباراة السادسة، في المرة السادسة اللي يواجه فيها الخور كمدربا للرهيب الريان. الكرة تعود للخلف، ترسل للأمام لكن تصل لروبرت مالكي الذي يتركها لحارس المرمى، الحارس رجب حمزة. كرة تعود مجددا اقصى الجهة اليسرى عند عبد العزيز حاتم. خالد مفتاح يرسل كرة، عبد العزيز حاتم خطأ يحتسب لصالح الخور. سلامات ان شاء الله. ان انتهت النتيجة على ما هي عليه فانها ستكون الخسارة الثانية للخور، والخسارة الثانية على التوالي بعد خسارة الجولة الماضية التي كانت من النادي الأهلي بثلاث أهداف مقابل هدفين. الخور في الموسم الماضي على فكرة كان ثالث أكثر الفرق التي تعرضت للخسارة بعد الاحتياط وقطر. سلامات إن شاء الله لنايف البريكي. وهذا عبد العزيز حاتم، الصورة تظهر على حاتم، والإعادة تأتي من مخرج المباراة لهدف عبد العزيز حاتم. خلاص يعني بعض اللقطات وبعض الأهداف ماركة مسجلة باسم لاعبين معينين، وهذه أهداف عبد العزيز حاتم التي يسعد بها جماهير الأمة الريانية بهذا الهدف. وهذا الطفل الذي يحمل صورة تباتا، تباتا الذي لديه ما لديه من الصولات والجولات والذكريات والأيام الرائعة مع الريان، والذي يكون له جماهير رهيب كل الحب والتقدير والاحترام، وهو يبادلهم ذلك، وهو يبادلهم ذلك. الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى رمية تماس، إلى رمية تماس لصالح الريان. حاتم فرانكوم كنترول، كرة تعود مجددا. فرانكوم القادم من المكشخة من الترجي التونسي، وتواجد أيضا هنالك في تونس مع الإتوال مع النجم الساحلي، وهو قادما لثلاث مواسم مع نادي الريان الكاميروني. فرانكوم الذي بلا شك بأنه قوة كبيرة في خط وسط ملعب المباراة. فرانكوم سيطر على الكرة بمر الكرة، واضح طبعا المرات اللي نجح من خلالها الخور أن يسدد على مرمى الريان بشكل مباشر، وهي ليست بالكثيرة. عبد المقصود، ياسين إبراهيم، تباتا، ألغي هدف الخور فتغيرت كل المعطيات، ألغي هدف الخور فتذكر الريان بأن لابد عليه اليوم، اليوم وليس غدا، اليوم وليس الأسبوع القادم أن يفوز.
وبالتالي بعد ذلك تغيرت الصورة تماما. كرة في الجهة اليمين من ملعب المباراة في وسط الملعب عند تباتا. تباتا الذي يرسل كرة لي إبراهيمي حرازي أو هذا خالد مفتاح اللي بدوره يرسل كرة الأمام، لكنها تبعد تعود في وسط ملعب المباراة. نحن نصل أيها الأحبة الكرام مشاهدين عبر قنوات الكاس الرياضية أينما كنتم إلى الدقائق التسعة الأخيرة من زمن أحداث هذا اللقاء. عبد المقصود في وسط الملعب، كرة تعود في الجهة اليمين عند عبد العزيز حاتم اللي بدوره ينقل كرة أقصى الجهة اليسرى. الكرة طالت وأبعدت لتعود مجددا. خالد مفتاح يحاول يمر الكرة، ياسين إبراهيمي يتقدم، الكرة ما زالت معاه، يحاول من خلال هذه اللقطة وسط الضغط وسط مضايق، لكنه يمر ويمر، لكن الكرة ضاعت على خالد مفتاح والكرة تحولت إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. مرمى لصالح نادي الخور. سلامات إن شاء الله. للاعب اللي ساقط على أرضية الملعب واللي هو روبرت مالكي اللاعب اللبناني الدولي. سلامات إن شاء الله، يعود بالسلامة ويكمل مع زملاء ما تبقى من أحداث هذه المباراة. هذه الكرة وهذه اللقطة اللي حاول فيها خالد مفتاح اللاعب البديل الذي شارك قبل لحظات قليلة من الآن، ولدينا تبديل قادم لصالح نادي الخور. روبرت مالكي يترك أرضية الملعب والبديل هو اللاعب رقم 5 محمد الجابر. اللاعب رقم 5 محمد الجابري هو من يشارك في هذه المباراة. الكرة تعود من جديد عند موفق عوض في الجهة اليمين. كرة ترسل للأمام. محاولة عن طريق ياسين إبراهيمي، لكن الكرة تبعد من أمامه. والكرة إلى رمية تماس تحولت الخور في الشوط الأول، كان مدافعا واستمر في ذلك في شوط المباراة الثاني، لكنه لم يتمكن من أن يصمد وخاصة بعد النقص العددي. الكرة تعود في وسط الملعب. إبراهيم مادة ينطلق في الجهة اليسرى، يرسل الكرة للأمام، تعود من جديد الخلف. هلال محمد حاول أن يمر لكن تبعد من أمامه. تباتا ينطلق، تباتا يمرر، لكن كرة طويلة، كرة طويلة تبعد من خالد رضوان، والكرة إلى رمية تماس تحولت. طبعا ختام لقاءات هذه الجولة ستكون بلقاء الوكرة وإدحيل. كرة تعود في وسط الملعب. عبد المقصود فرانكو يعيد الكرة للخلف عند ميركادو اللي بدوره يغير اتجاه اللعب اقصى الجهة اليسرى لصالح الريان. محمد جمعة، عبد العزيز حاتم عادت مجددا للخلف. نقلات والتمريرات فيما بين لاعبي نادي الريان في هذه المباراة. عند الدقيقة 86 تباتا الكرة إلى خطأ يحتسب طبعا
في حالة استمرارية النتيجة على ما هي عليه وهي أقرب إلى ذلك، هذا يعني بأن الريان سيصل إلى النقطة السادسة، سيصل إلى النقطة السادسة لأن عنده 3 نقاط و3 تعادلات وهذا الفوز، وبالتالي 6 نقاط. لا محمد يترك أرضية الملعب، ومحمد السيد اللاعب الذي يشارك الآن لاعب رقم 14. خطأ يحتسب لصالح الريان. كرة ترسل للأمام تعود من عبد العزيز حاتم في وسط ملعب المباراة، تنقل أقصى الجهة اليسرى عند محمد جمعة. عبد المقصود في اليمين، ميركادو، حاتم، عبد العزيز يحاول يسقط والكرة فيها خطأ يحتسب، خطأ يحتسب. عبد العزيز حاتم أكثر فعالية في شوط المباراة الثاني على العكس تماما مما كان عليه على الأقل يعني مقارنة في شوط المباراة الأول من هذا اللقاء. خطأ يحتسب لصالح الريان، كرة ترسل للأمام لكن الكرة وصلت سهلة، الكرة وصلت سهلة عند حارس المرمى رجب حمزة. الكرة تنقل في الجهة اليمين لصالح الخور. أمادة يعيد الكرة للخلف، خالد رضوان نقل الكرة أقصى الجهة اليسرى من ملعب المباراة. تعود مجددا في وسط الملعب، نقلة أقصى اليمين، عبد المقصود، كرة عادت للخلف لميركادو لصالح الريان. نلعب في آخر 3 دقائق من عمر الوقت الأصلي لأحداث الشوط المباراة الثاني واللقاء ككل. انطلاق عن طريق دياغو والكرة فيها خطأ يحتسب لصالح الخور، وبطاقة صفراء تظهر من جانب السيد عبد الرحمن جاسم حكم هذه المباراة في 4 لقاءاته من خلال هذا الموسم، بطاقة على أحمد عبد المقصود. والتبديل الذي يأتي الآن، فرانكو هو اللاعب الذي يترك أرضية الملعب، وعلي الكوبي هو اللاعب الذي يشارك. هذا فرانكو، هدفين سجل في الجولة الماضية وتابع وسجل في هذه الجولة. عبد الرحمن، عبد الرحمن لاعب رقم 6، عبد الرحمن اللي شارك في عديد من المباريات كلاعبا أساسيا للريان في الموسم الماضي، ولكن الريان رأى بأنه يحتاج إلى لاعب أكثر يعني إمكانياته، أكثر قدرة على أن يضبط الإيقاع في خط وسط ملعب المباراة، وبالتالي أتى التعاقد مع فرانكو وهو أهلا لذلك ويتألق حقيقة من خلال المباريات السابقة. عبد العزيز حاتم والكرة فيها خطأ بداعي لمسة اليد على حاتم. وصلت لفهد يونس. الوقت الأصلي لأحداث اللقاء قد انتهى كما يبدو، سنشاهد كم من الوقت سيحتسب كوقت بدل ضائع. كرة ترسل للأمام لصالح الريان في الجهة اليمين، موفق يرسل كرة عرضية لكن الكرة تبعد لجانب الدفاع. ثلاث دقائق هو الوقت المحتسب كوقت بدل ضائع لأحداث هذا الشوط الثاني من المباراة. هذه اللقطة فيها لمسة يد ولا ما فيها؟
الحديث من جانب حكم براد، والكرة لم تلامس يد مدافع الفور من خلال كرة في وسط الملعب تعود لصالح الخور، نقلة في الجهة اليسرى عن تياغو. تياغو يحاول أن يتقدم، يبحث عن الكرة العرضية، الفرصة مستمرة وقائمة من خلال هذه اللقطة، تعود عند عمادة بمر الكرة العرضية، والكرة تبعد من جانب عبد المنصور بشكل مثالي وممتاز، تعود من تباتا لمسة. الله الله على اللقطة الجميلة فيما بين تباتا وبين عبد العزيز حاتم الذي ينطلق ويتقدم، ولكن في النهاية الكرة أبعدت من أمامه وتحولت إلى رمية تماس، وفي تبديل لصالح الريان عبد العزيز حاتم الذي يحظى بالتحية، وهي تحية إعجاب وحب من جانب جماهير الرهيب، والبديل هو أحمد السعدي اللاعب رقم 18 لاعب الشاب هو الذي يشارك. أول أهداف نجح في أن يصل إليها من خلال هذا الموسم لو عبد العزيز حاتم، وبالتالي يشارك أحمد السعدي كبديلا، واحد من اللاعبين من العناصر الشابة أيضا المميزة. سقوط أو الكرة تقطع، الكرة فيها خطأ يحتسب لصالح الريان في هذه اللحظات. كرة تلعب من تباتا، تنقل لخالد مفتاح، محمد جمعة، السعدي لتباتا، خذوهات لكنها تبعد، عادت مجددا أقصى الجهات اليسرى، انطلاقة سريعة وتقدم ومحاولة المرور، لكن التغطية الممتازة من جانب عبد المقصود، والكرة تعود مرتدة الآن لصالح الريان عن طريق أحمد السعدي الذي حاول أن يمر. وفي هذه اللحظات أيها الأحبة الكرام مشاهدين عبر قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم، صافرة سيد عبد الرحمن الجاسم تعلن عن نهاية أحداث شوط المباراة الثاني واللقاء ككل. الريان يصل إلى الانتصار الأول في الموسم.